مساء الخير، شلونكم بنات؟ من الشغلات الجديدة اللي نزلت في البوتيك شيء وايد وايد راح يعجب أغلب البنات، ووايد عملي حق سفر، حق البنات اللي ما يبون يشترون يعني أكثر من منتج مثلا ويطلع يعني السعر مبالغ فيه بالنسبة لهم. فماركت بنفت كلنا نعرف هالماركة كثر تيلن منزلين هذا الكيت، أوكي، اللي هو عبارة عن نوعين كونسيلر ونوعين برونزر، واحد فاتح واحد غامج، ونوع وإضاءة الواتساب المعروفة عندهم الكريمية، وإضاءة بودر، كلها تي في هالعلبة. هذه علبة واحدة فيها كل هالأشياء. العلبة ما تتطوف بنات، راح أوريكم شلون الحين إحنا نستخدمها، أوكي؟ فلحقوا عليها لأن شيء عجيب. شوفوا معاي مثل ما قلت لكم نوعين كونسيلر، واحد فاتح وواحد شوي اغمج. برونزر هو المعروف من بنفت، اللون الفاتح واللون الغامج. اضاءة الواتساب الكريمية مالتهم اللي تينن معروفة، اوكي، مو مبينة بصبعي. شوفوا شو هذا، مسحة خفيفة بس شوفوا شعلاتها. بس بنات شوفوا النتيجة من غير ولا فلتر، شوفوا ايش حالاتها، قاعد تشوفون. وبس بنات كذي شوفوا ايش حالاتها، حتى مع الفلتر مبين انه ناعم وايد. طبعا معروف بنفتس يعني البرونزر مالهم معروف انه دايما بست سيلر كل العالم، والهايلايتر مالهم بعدها مينن، فتخيل ان كلهم يولج ببلتة واحدة، فشي ما يتطوف الصراحة. واليوم مستانسة على مكياجي لان حاطة ايلاينر خفيف مع مسكرة، فحابة النتيجة ان المسكرة مخلي رموش تبين انها كثيفة، ف نجربه مسكرة جديدة إن شاء الله. راح أجربها مرة ثانية، إذا طلعت معي نفس النتيجة راح أقول لكم شنو هي. وبس